بونجور مشاهدينا. بونجور فاديا. صباح جود. وانت تمام؟ فيري جود. نحن هلا بموسم رمضان وما عم نعمل شيء غير نحضر مسلسلات رمضانيه فاديا. كل واحد احلى من الثاني. وكل لوك احلى من الثاني. مظبوط. وبتعرفوا ليه فاديا معي؟ لانه فاديا تقريبا منشط، يعني هي اهتمت بلوكات الاكترسز يلي عم نشوفهم برمضان. مزبوط. اول شيء اقول رمضان كريم لكل اكيد رمضان لكل كريم المشاهدين. للجميع اكيد. وانت هلا هون بلبنان هالفتره؟ اليوم مسافره. اليوم طالعه دبي ابو ظبي. اليوم طالعه دبي ابو ظبي. يس. وبفتره رمضان وين حتكوني؟ دبي ابو ظبي. برجع ب 30 الشهر طالعه قطر. اوكي. يعني لاربع شهر بجي قبل بيومين قبل العيد. قبل العيد. اوكي. سو على العيد فاديا موجوده بلبنان، حتكون بلبنان. مزبوط. فاديا خبرينا شوي، كان في عم نشوف كذا مسلسل وكل يعني كل الممثلات اجوا لعندك على مزبوط. على الميك اوفر او للوك يعني اللي هن حيتبعوه بالمسلسل. اوكي. منبلش باي يعني عم نشوف اول شيء اكيد على الام تي في، عم نشوف يا ريت مسلسل بعقد ماجي بغصن وباميلا الكيك، ما بدنا ننساهم ابدا، غير انه الشباب كمان كثير مهضومين. أكيد. بس انه خلينا شوي نحكي عن ماجي وبعدين باميلا، شو عملتي لهم؟ كيف عم يفرقوا هالممثلات من مسلسل لمسلسل؟ ما هو هيدا بنشتغل نحن على اللوك كله. مثل ما شفتي هون قصرت لها شعراتها، سو اشتغلنا على اللوب بالكاريه الاطول بيجي. أوكي. اعبى وان كولر هيك موكا براون الكولر، واكيد عم تشوفه كثير حلو وكثير لبق لها هيدا اللوك كثير يعني حلو لماجي. بس خلينا نقول على غير صوره، هيدا كله يعني شوي بيفرق يمكن على الاضاءه، بنحس شوي هون مبينين شوي على الاضاءه مبينين اغمق، هي شعرها افتح من هيك لانه بتحسيه اكثر وورم. اشتغلنا على بني وورم يعني فيه حماوه، يعني مش منه مات مش تيرن ككولر. فادي يعني كثير بيفرقوا الشيدز. بيفرقوا الشيدز. وكثير مهم انه ماجي تقريبا بنشوفها تقريبا بهيدا اللوك، عم بيفرق شيء بسيط، بس هالفرق البسيط هو عم يعطي كتير. عم بغير لها كل اللوك. وهي الهير كات سبيسيفيكلي كثير عطيتها لوك حلو، جان فريش عباوي بدي. وبذات الوقت كلاسي، لانه مزبوط. هي بالمسلسل كثير كلاسي دائما اصلا ماجي. هون كمان هلا بينت القصه مزبوط. ما هيك هون فاديا في اكستنشنز دائما دائما بنمرق شوي، يعني دايما تناخذ اللوك اللي بدنا اياه، العباوه اكيد طبعا بنمرق شوي بقلبهم. بعد عنا صوره هيدي كثير بحبها. انا لماجي هيدي الصوره كثير حلوه، هون بين مزبوط اللون الشعر. شوي ما هو دايما هيك الاضاءه بتفرق بتعطي غير شيدز، بس هو اللون اتس وورم كلر يعني وورم براون، كثير فيه لمعه وحامي، يعني بنقول فيه شويه حمار بس منه حمار، بس هي الوورمنس از ريد شيد بتقولي راد الشيد، وكثير بيمثل شخصيتها. مزبوط. لانه هلا حنشوف نحن بغير مسلسلات قد ايه انت بتتبعي الشخصيه يلي عم تلعبها الممثله تنشوف قديش بدنا نغير لها. هون ماجي دائما معودتنا باطلالاتها، ماجي بتعقدي عم بتكوني بالمسلسل. بتعقدي جنون. انا كثير معلقه فيها على فكره، يعني اكيد كثير حلو بتعقد. خلينا نقول عند باميلا الكيك، باميلا الكيك عم نشوفها كمان بياريت، وعم نشوفها بمسلسل ثاني. هون بعدنا عم نشوف شوي ماجي مع ماكسيم. كمان هون شو ما لبست على فكره، بدنا نقول لها مايا جول كمان اللي بدعت باللوكات. هون عم نقلنا عن نادين بنص يوم، كمان عم نشوفها نادين. مزبوط. بس نقول دوره بنص يوم بيتطلب تغير كثير. يس. لانه عندها ديفرنت كاركترز، ديفرنت يعني كذا شخصيه. كذا شخصيه. سو يعني نادين اللي عملناه شيء كثير حلو. اكيد. يعني نادين اللي بنعرفها هي نادين. شعرها اسود سمراء لإلها. سو تنشوفها بالبلاتين هالقد وبالحمار وهيك it was challenging يعني to find the right shade. برجع بقول لك لانه كثير يعني في كثير مثلا بيقولوا لا نحن ما بيلبق لنا الاشقر او ما بيلبق لنا، دائما انا بقول لهم ما في شيء ما بيلبق، بس في ديجري يعني في different kind of shades that can suit يعني بيلبقوا لك. مظبوط. سو لقينا الشيدز المضبوطين. بس كثير حلو كثير اخذ سكسس يعني ليشوفوا نادين بهيدا الاشقر. مظبوط. نقلنا عند ذا لافلي باميلا. مزبوط. باميلا عم نشوفها بلوكين، واحد غامق مع فاتح مع بعضه، وبتاني لوك
بعد يعني مزبوط. على الساعة 10:30 بيطلع له مسلسل تاني عم تشوفه بشقر مزبوط ما لأنه فتحنا هلا هون اللوك هي بيتبع إنه هي شيز باليه تيتشر سو هيدي الغرة كتير بتلبق لهيدا الدور هون مفلوتين بس هي إن جنرال بتحس دايما رابطة شعراتها ونازلة هيدي الغرة سو كمان كتير أخذت كتير مطلعتيها كيوتي هيك دورة هيك دورة هيك مطلوب إنه هي باليه تيتشر وذ كيدز هيك يعني دايما لازم نمشي على هي شو تاخذ فعلا هير كاركتر وهون عم تشوفها بالشقر هون رجعنا الشقر الشقر اكيد الكويكيز هون لعبوا دور طولناه لرجعنا يعني قد ايه صعبه يعني انه من بدك تطلعيها لانه غير مسلسل بدها تطلع بغير لوك وبذات الوقت بدها تضلها بالبقله البلوند كثير كثير لا من الاشخاص هيدي كثير حلوه الصوره والغره كانت كثير كثير لبقت لها اكيد بالطويل استعملت الكويكيز اكيد ترجعنا طولنا كان الكويكيز له إيه هون وقت غيرناه هون الغره شوي كسرناها ايه اكيد فاديا صعب شغلك يعني هلا انت بتلاقي بركه هي بس نحن نحن بنشوف اخت النهار نحن بنشوف البرودوي فينال يعني بنشوف الشخص طالع على الهواء الشخص فجاه تغير لوكو بس قد ايه انت يعني هو احلى شيء يلي هو حلو يعني انا بالنسبه لي انت بتقولي لي صعب انا بقول لك اتس بلاجر اكيد اتس يعني تشالنج اند بلاجر ان ذا سيم تايم دايما يعني حلو ما هو حلو وقت اللي عم تقدري تغيري تعملي هيك نيو لوك هي لانك انت ارتست فاديا هيدا هون بعدنا عم نشوف باميلا بلوكيتها قد ايه هلا كمان على فكره شفنا ستيفاني صليبا باطلاله جمعه بالهيدا بصرخه روح اوكي بس قولي لي شغله ستيفاني بعدنا طالعين من مسلسل مثل القمر شفناها هيك بشعر الطويل بعدين خلص المسلسل قصيتي لها شعرها قصير نيو لوك هيدا هيدا شعرها هلا لستيفاني اي لاف ذس لوك كثير لبق لها هيدا اللوك كثير لها وكثير ما بيشبه يعني عندها هير اون لوك هير اون ستايل بس بنرجع بنقول امرار بيبقى في تمثيليات مجبورين بحسب اي تاريخ او امتى عم يتمثل ما فيها تطلع بلوك اشقر وكانه قصير يعني هون عم نشوفها شفناها بهالاطلاله شعرات البني ما كثير لعبته يمكن ما كثير ما هو لانه دوره هيك بيطلب يعني بالوقت اللي هن عم بيصوروا بس انه لبق يعني هي حتى هيدا اللون بيلبق لها لستيفاني ككولرز ات سوتس هير لوت هي لبق لها اول شيء كثير حلوه شو معلمه بيلبق لها وثاني شيء فاديا شفناها بمثل القمر البني الفاتح البني مع ديجراداسيون شوي الديرتي لوك شوي لانه أوكي. كانت هي هيدا الدور تبعها سو كان شوي مش مرتب بس هيدا اللوك هون لا لون وان كولر اركز يعني اركز ودوره كان اكيد بيتطلب تعمل هيك لوك كمان كانت كثير موفقه خلص ستيفاني صار فينا نعتبرها ممثله هون عم شوف تقلى شمعون بس قبل ما انقل عند ورد الخال كمان تقلى شفناها مع ستيفاني بصرخه روح كانت امه مزبوط هون قد ايه صعبه هيك تشتغلي كمان بدك تطلعيها لتقلى انه تقلى بتعقد كمان كممثله وكا هيك عندها ديسنسي كثير تقلى قد ايه فيك ما فيك تسرعي لها كثير لا ما كثير هي قبل بمره كان عندها دور كثير كان سرعه يعني رجعنا قصرنا شوي اكثر اشتغلنا على كوب اكثر كلاسيك لانه هي دوره كثير قاسيه وقويه سو هيك بشتغل عليهم يعني يا مثلا منطولهم شوي اكثر من قدام نلعب باللون منفتح اكثر يعني بس وقت ما نشتغل اكثر كلاسيك اكيد بتبع وان كولر سوليد كولر يعني ما يكون في كثير حركات الوان وننتقل عند ورد الخال كمان ورد خبرينا شوي عن ورد هون رجعنا يعني غمقنا شوي اللون نحن مزبوط طولنا كثير حلو اي طولناهم اي لاف ات اتس فيري نايس كثير لبق له هذا اللوك انا وقتها يعني ورد من الاشخاص اللي كثير بتغيري لها كمان فاديا اخر مره شفناها بالقصير بس هون ديك الطويل كمان لبقلة. فجاه بنقول شو حلو هيدا بس نرجع نشوفها بغير لوك كمان بنقول شو لبق لها هيدا اللوك هون على الغامق اكثر ما هيك مزبوط على الغامق هيدي اخر صوره لورد كمان لبقلة اللون حلو عليها الاطول يعني كله بيلبق يمكن لانه كمان فادي هني كمان بيساعدوك عندهم ستايل وعندهم شكل حلو كمان يمكن بهون عليك هذا الشيء طبعا اكيد اكيد طبعا اكيد بهون بس هو برجع بقول انا يعني في سيرتن لينث عرفتي يعني في طول معين في غره معينه في لون أكيد. معين يعني هي بتفرق كثير يعني أكيد. في يعني شغله صغيره
بين انها شغله تكون واو او تكون مش ظابطه. شغله صغيره شعر خيط رفيع كثير في يعطي اللوك بعقد او في زيته يعطي اللوك مثل باللبس ابدا يعني مش ظابط ابدا. فاديا وهلا لوين وين بعد رح تصير هوليوود رح تصير ما معقوله يعني. بدي اول شيء بدي اقول لك بدعتي بالمسلسلات باللوكات وبدي اقول هلا نحن بعدنا صيفيه موسم الاعراس اعراس كثير خبرينا نحكي شوي شو داري شو مش داري الالوان الكاتس يعني عندنا كثير الكاتس كثير عم نقصر شوي يعني اللوب بعده او عم نطول كثير عم نطول كثير عم نشتغل الوان باستيل عم ندخل طبعا برجع بقول دائما اكيد نشتغل بالكويكيز بنمرق شويه خصل طبعا كثير نشتغل على الشعر. شفت لون باستيل كتير حلو لمايا دياب كنت عملتي لها اياه اخر حلقه كانت عم بتصورها رحت كتير اللون بينك كان كتير باستيل كان كتير حلو كتير حلو لبق لها كتير يعني it was nice. هلا في لوك جديد اشتغلنا عليه هلا بتشوفوه سون يعني بس ايه هدول الشيز كتير دارجين هلا so it's nice هيك. فادي وقتها يجي لعندك حدا خاصه من المشاهير قد ايه انت بتاثري على رايهم وقد ايه هن بيقدروا ياثروا على انه يعملوا هن اخر شيء هن شو بدهم. هلا اكيد لا انا ما بفرض بس انا اكيد دائما يعني هن اكيد بيجوا لعندي لانه في شيء انا يعني بدهم اياه مني طبعا دائما هيك بقول يعني لا اكيد باخذ هن شو حابين بس اكيد انا بعطيهم هاو اي سي ذم يعني انا دائما يعني بحس انه اي سي يو ان ا سيرتن واي سو من هيك يعني سو بناخذ وبنعطي يعني اكيد لا وبيقتنعوا يعني in general so يعني لأن كل واحدة برجع بقلك I work on her personality on her character هيك شو بتلبس هي كيف بيوم العادة غير هلا مش عم نحكي تمثيل عم نحكي كهية أكيد so كتير مهم يعني ما فيها تكون هي حدا كتير كلاسيك وري أو هيك عمل لها pink مثلا ما حيلبق لها وما حيطلع حلو عليها يعني so لا اكيد في حوار بنرجع بعدين عم نتفق على شيء لانه بوقت التمثيل بدك تمشي بدك تلحق الدور شو بده بالحياه العاديه. انا بس بدي اسال شغله عندك كثير سيلبرتيز بيجوا لعندك فاديه مسلمين عاطينك ثقه توتال ثقه قد ايه صعبه نشوف ديفرنت لوكس على كل وحده يعني هن اخت النهار كلهم بذات المجال يا بيغنوا يا بيمثلوا وكلهم عم نشوفهم على الساحه وكلهم تقريبا بذات الوقت قد ايه هون الموضه هي ذاتها وهون شطارتك انت لتطلعي كل حدا بديفرنت يعني انا برجع بقول دائما انا ممكن اعمل ذات الشغله حد لإلك ولا حدا بس ما تطلع هي ذاتها اصلا يعني ما بتطلع هي ذاتها بعدين لانه برجع مثل ما قلنا في خيط يعني ممكن اذا لنقول اذا عم نعمل نقبضه يعني شعر عم نرفع او عم نعمل شيء ممكن يكون كثير هيك ادجي وممكن يكون كلاسي زيت التمشيطه فيها تكون فيري كلاسي اليجنت ان واي وفيك تعمليها هي زيتها تكون فيري ادجي وهيك تعطي اقسى سو هون هيدا اللي بشتغل عليه اكثر شيء اكيد ما فينا نشتغل يعني مثل ما قلت ما فينا اعمل لكلهم زيت شيء بس مع انه هي الموضه هالموضه دائما بجرب يعني اعمل شيء صغير يفرق عن الثاني وبرجع بقول لك الكاركتر وفورم الوجه والستيل والالوان يعني بيفرقوا عن بعضهم واهم شيء كمان تيكمل اللوك اللي عم تحكي فاديا كمان حسب اللبس شو بيكون ملبوس وحسب وحسب الستايل وحسب كل شيء هلا كمان بدي ارجع اذكر المشاهدين انه فاديا اليوم طايره على دبي وبعدين دبي تو دايز ابو ظبي برجع على بيروت بترجع بتروحي على قطر ب 30 شهر والعيد حتكون هوني. موجوده فاديا هون اكيد فاديا كل السيرفيسز ان كان الكات الكولر الكويكيز كل شيء موجودين بكل بكل الفروع تبعك كل في اكيب مجهزه من جميعه لا اكيد يستقبلوا كل اكيد كل الزبونات طلعوكم باحلى لوك فاديا تيبس سمول تيبس قبل ما ننهي الحلقه الصيفيه بليز كله يهتم بشعره مونسترايز غزوا شعركم حطوا زيوت قد ايه فيكم تهتموا فيه هيت بروتكتور قبل ما تعملوا سيشوار براشينج يعني برجع دائما بقولها هيدي يعني غزوا شعركم يعني كيف تاكلوا غز يعني طعموا شعركم غزوا
يعني قد ما فيكم رطبوه، دائما سيروم على طرف في الشعر، اعملوا تريتمنت قبل ما تنزل على البيسين، بلي شعرك مي، اذا مش زيت مي اتليست الكلور تحت لي، يعني هيدي اهم نقطه عن جد لحتى لي تضلك شعرك فيه لمعه وحيويه ومي يصير منشف. سو بليز ضروري. ثانك يو فاديا، ثانك يو على التبس اللي عطيتينا اياه، ثانك يو وبون فواياج. نحن مشاهدينا بريك ومنكمل الايف.